نص في الحبس ما تيصونش، نص في الحبس ما تيصونش، ونص في الحبس الاخر تتلقى تنص فيهم اللي قليل اللي عارفينو بالله وتتشاقاو جا الله. نص في الحبس راه ما تيصون، ما تعرف شنو هو رمضان، حتى شي يخرج برا عاد ما تعرف يصوم. شي بنادم تيقول لك انا وعندي الطويل ما عنديش فين غادي تخرج، اللهم ناكل ونشرب، ما كاينش اللي غادي يشوفني، ما كاينش اللي غايشوفني من غير الله. لك كنتي بنتي ليه بخير، عندك فلوس وعندك هادي، راه ما يأديك موال، راه غيدخلك في سيلون زواون ويوصف عليك، ولا ما كنتيش ولا ما كنتي داخل في زيرو درهم، ما عندكش شي شدك شي فيك شيك مع ما معال خوباش شيك طريطوار ديال الطواليط حاشاكم. مع النقه بنادم، اقسم فمي بالله، لا مع النقه، مع النقه ولا موسدها، دوزت المشاكل، دوزت القصوات مع راسي، دوزت هيك العجب ديال البساله، ولكن لقينا داك الشيء ما خدامش لينا، لا لينا ولا لوالدينا. هذيك هذيك الطريق ما خداماش، ما مسلكاش، ما شعلقوا ولا تحيه، ما تعطيو لا ميداليه، ما تخلصوا عليها ما والو. بنادم لا بغى يدخل سوق راسه في الطريق والديه، حيت راه في طريق الحبس راه ما خداماش. الحبس مازال هيك لا كتبت عليك المره الاولى ماشي مشكل، اما لو بقيتي داخل خارج داخل خارج داخل خارج، هذيك راه ما بقاش كاع ولا بقاش حبس، وليتي تدمر في حياتك، تدمر في راسك، تدمر في عائلتك، تدمر في بزاف د الحوايج. وراه هي بنادم راه خصهم يدخل شويه سوق راسو ويبعد من المشاكل. اخوتي دابا انا يا ما نكذبش عليكم، انا يا اللي دوزت العجب ديال الحبس، ما خليتش حتى شي حبس على خاطرو، هذاك الشيء ما في المراهقه كان بحال شي هوايه من ديال تشد بنادم ضربو، تحيد ليه رزقو، تحيد ليه بزاف د الحوايج، تكريسي عباد الله، تبيع وتشري في الحشيش، ما تخلي ما دير. ولكن اخويا داك الشيء ما لقيناش خدام، لقينا الوالدين ما في حالهمش، والدي انا بعدك نيالك ما في حالهمش، انا بوعير وعير ديك عساس في واحد الباركي، كاين اللي يعطيه كاين اللي ما يعطيش، كاين اللي يعطيها ليه بخاطرو، كاين اللي ما غاديش يعطيها ليه بخاطرو، هلا خاك هذيك درهم ولا جوج دراهم راه ما قال لحد لحد. ما انا شفت ديالي اخويا انا يا دوزت الموتي في اول موتي على ضربوا الجرح، ضربوا الجرح، ضربت واحد السيد حدانا في الحومه، منين ماشي جيت وضربته، كان معايا في نقاش في يامات الدراسه، ما هو شويه كبير عنا، كانت معدي، كان شويه حقار وصاغي شويه معدي. ما انا شي في الاخرى ديك دوزت على وديت البساله، على وديت الحقره، على وديت عدو، ما كانش عندي باش نقول لامي ولا با طفيني، كنت مشان نقول اللهم وندير شي حاجه لراسي، نبيع ونشري في الحشيش، ياك نخطاف، ندير بزاف د الحوايج، ولكن داك الشيء دمار 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 شامل. لك كنتي بنتي ليه بخير، عندك فلوس وعندك هادي، راه ما يأديك ما والو، راه غيدخلك في سيلون زواول ويوصف عليك، ولا ما كنتيش ولا ما كنتي داخل في زيرو درهم، ما عندكش شي شدك شي فيك شيك مع ما معال خوباش، ماشي الاوباش، ما مع بنادم ببنادم، ماشي بنادم اللي فيه الجربه، اللي فيه الحكه، اللي فيه بزاف د الحوايج، بنادم تنعس في الارض. انا في اول مول شيف باش دخلت لقيت 52 في لابيل،
52 فلاب في البنادم معنق معنق هذيك الطريطواره ديال هذيك الطريطواره ديال الطواليط حاشاكم معنقها بنادم اقسم فمي بالله لا معنقها معنقها ولا موسدها في الطريق ما هي طريق اعتيد اعتيد اخويا انا واحد النهار هبط للزياره يا ليك اول استسلم اول زياره عندي اول زياره هادي في هاد الاعتداء ما مع طلعتي زعما مع المشجون وصدق ماشي مع المشجون في الاول في الاخر صدقت ما مع صدقت ما مع الموظف مع الموظف وهو اللي محرض عليا كاينه شكوى العصابه انا ير اول زياره ديالي طلعت من الزياره حط صيت البانيم ديالي لعند واحد السيد رجعت ما لقيتش البانيم ديالي ما لقيتش داكشي اللي جابوا لي والديا داكشي اللي مصيفطينو لي والديا اللي طلعتو من عندهم لك من الزياره ما لقيتوش والله ما لقيتو مشيت نسول الكابران ديال البيت نقول لي اخويا السلعه اللي جابت لي امي تيقول لي اخويا انا راه ما شفتش انا راك هون خارج انا دار معاه نقول لي اخويا راه انت جاي هو اللي واقف انت هادي قال لي انا ماشي سوقي وراه واش انا يا جايب معاك خاص المينوط ما جايش معاك في المينوط جبتي رزقك حدي معاك رزقك خرجتي للكور خرجوا معاك للكور مشيت صافي مشيت لعند واحد الموظف حكيت ليه شنو كاين استسرق المود صافي استسرق المود صافي قام بغى ياخذ لي حقي كاع ياك عندك غادي تاكل ما عندكش غتساين غتساين تلبتيه والبتيه ما هي ماكله عامره غير مود وعامره بزاف د الحوايج ماكله ما هي ماكله كل نهار واش شنو تيجيبو مره تيجيبو العدس مره تيجيبو اللوبيا مره تيجيبو البصاره مره تيجيبو الحريره كل مره وشنو ولكن ماشي هادشي شي ماكله شاب كنت 49 فلابيل 49 فلابيل ورا مش عيط الكابران الكابران ولا شاف شيفون ولا شي لعيب راه مش عيط عليه من البيت تيقول لي شحال عندك فلابيل تيقول لي ورا عندك وعندي 49 فلابيل تيهز كاس واحد كاس كاس من ديال البلاستيك شيخ شيش الدور مش شيخ شيف وسط البشيور مش شيش جبت نص كاس نص كاس مش حسبو حلال المسجون بلا فيلم ديالو براسيون ديالو براسيون ديالو بنص ديال الكاس شمولة وحدة في الصباح شمولة مع 12 وشمولة في العشية بعد خطرت ما تيجيبوش خبز ما تيلق ما تيجيبوش شمول ولا جابوا لك شمول وتقدر تصرف عليه وما تقدر ما تصرفش عليه نص في الحبس ما تيصومش نص في الحبس ما تيصومش ونص في الحبس الاخر تتلقات نص فيهم اللي قليل اللي عارفينو بالله وتتشاقوا جا الله اللي تيقول انا يا شاد عيت مكتاب عليا وصافي بارك ما نبقاش نرجع وهادي وهادي هذاك تتلقات شي صوم اما كاينين نص في الحبس راه ما شي صوم ما عرف شنو هو رمضان شي يخرج لبرا عاد ما عرف يصوم مش عارف يدير بزاف علاش ما يصوم واش راح حيت بنادم تيقول لك انا وعندي الطويل ما عنديش فين غادي تخرج لا ومن ناكل ونشرب ما كاينش اللي غادي يشوفني ما كاينش اللي غايشوفني من غير الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.